مبدع يا فنان. ولا مبدع ولا حاجه، كنت متردد. مش عارف متردد ليه. مش عارف، يمكن لاني هربت من الماضي فجاه، يمكن لاني اتخليت عن كل اللي بيفكرني بيها. سرحانه ليه؟ مش عارف. لكن انا عارف بتحبي. ايوه بحب، بس مش عارفه اذا كان بيحبني ولا لا. هو مين؟ محمد. هو سعادتك بتضحك علي يا استاذ. تصور ان محمد ورانيا بيعيشوا نفس القصه الحقيقيه بتاعه الابطال الحقيقيين بتوع الفيلم ده. قصه حقيقيه؟ والفيلم ده قصه حقيقيه يا استاذ؟ امال انت فاكر ايه؟ ولا دماغك في ايه؟ ولا عقلك قال لك ايه؟ انا كل افلامي قصص واقعيه من الحياه. واقعيه؟ مستغرب يا استاذ؟ لا مش مستغرب الحقيقه، بس كنت عايز اتقل يعني. وعلى ايه التقل يا استاذ؟ لا انا ما اقصدش، انا قصدي يعني اتقل في الهدوم، هدوم اتقل من كده. معقوله؟ ده انا اشتريته مخصوص لما شفت مارلين مارلو لابساه. مارلين مارلو كانت بتلبس الهدوم دي لانها ممثله اغراء. وانا نفسي ابقى زي مارلين مارلو، هند رستم. طب وافلام الرومانسيه والحب مين اللي يقدمها؟ التغيير يا استاذ. التغيير مش في اللبس، التغيير في الأداء، في الكلمة، في المعنى. الممثل الجيد هو اللي بيقدر يعبر عن معانيه بالكلام الكويس، إنما اللبس ده الواحدة تلبسه علشان تستعرض بيه جسمها وبس. طب ما هو ده يا أستاذ اللي بيعجب الناس. لا غلط، الفكرة دي غلط. اللي بيعجب الناس الكلام الكويس والمعنى الكويس، ليس بالجسد وحده يحيى الفنان. يوه، طب ايه رأيك بقى ان انا عندي لبس اسخن من كده؟ طبعا كلامي ده ما عجبكيش، بس مش ده المهم. المهم ان انا جايب لك التعديلات الجديدة في السيناريو، عايزك تقريها كويس وتحضريها، لان ده اللي هيتصور بكرة ان شاء الله. صباح على خير. انت من اهل يا استاذ. مالك يا رامي؟ الاستاذ سعيد صدمني. راجل رومانسي عايز تغير فكره بالسرعه دي؟ انا عارفه ان هو مخرج كبير، بس انا نفسي اغير كل افكاره. ازاي؟ الاستاذ سعيد ده غاوي يعمل افلام رومانسيه، شاطر قوي في افلام الحب، بس عمره ما حب. والراجل بقى لما بيحب بيطب، وانا هخليه يطب. ايه؟ ايه؟ غريبة؟ هخليه يحبني. استني يا مديحة، أنا اللي هرد على التليفون. ألو؟ أيوة يا محمد. لا أبدا، وأنا إيه يعني اللي هيزعلني؟ مفيش أي حاجة حصلت.
لا خلاص مش زعلانه. عشان تثبتي لي انك انت لسه بتحبيني وانك مش زعلانه مني خالص خالص، نسهر النهارده سوا. ها؟ اتفقنا؟ طب خلاص. باي باي. عارف يا حماده، اول مره احس انك قريب مني قوي. طول عمري قريب منك. انت عارف احنا بقالنا قد ايه بنعرف بعض؟ سنين طويله. لا طويله ولا حاجه، 5 سنين بس يا استاذ. اه طبعا. انا قصدي يعني قصدي انهم بالنسبه لي سنين طويله. يعني بتحبني؟ طبعا بحبك طبعا. ده انت اول حب في حياتي واخر حب يا منى. منى رانيا، رانيا يا استاذ. منى دي بطلة قصة الفيلم اللي احنا بنعمله. انا هسيبك، خليك عايش مع منى. منى رانيا. ما قلتليش بقى انت كنت جاي ليه؟ عايزك انت يا استاذ سيكا. ايه ده معقوله؟ فرح ولا طور؟ آه بس انا مستعد اغني على شرط مصاريف العلاج بعد الفرح طبعا على حسابك. يا عم ولا فرح ولا طور، الاستاذ عايزك. الاستاذ مين؟ رئيس مباحث؟ رئيس مباحث مين؟ الاستاذ المخرج. مخبر؟ مخرج، مخرج كبير قوي، عاوز يسمع الحنك العظيمه. المخرج الواد ده يظهر فيه غلط ولا ايه؟ ابدا يا استاذ ما جيناش غلط ولا حاجه، بس صدقني والله ده تواضع كبير منك. ما انا قلت لك، قلت لك قبل كده. اللي عايزني يجيني يجيني انا وما اروحش لحد. يا استاذ صدقني احنا عاوزينك ضروري ضروري دلوقتي. يا ابني ما تفهمه، انا ما بقول لك. اللي عايزني يجيني يجيني انا وما اروحش لحد. طيب سمعت دي؟ تعالى تعالى تعالى. بتبص على ايه؟ بتبص على ايه؟ انت دايما واقف لي كده. انا مش بعتك تشوف لي سامي سيكا سيكا؟ يا باشا ما انا بعت له الراي، ما بعت له الريج عشان يجيبه، اما لقاهوش وقال له ايه؟ ايه اللي عايزني يجي لي يجي لي؟ انا ما بروحش لحد. ايه؟ ايه؟ قال له ايه؟ اللي عايزني يجيني انا ما بروحش لحد؟ ده اكيد يا واد لحن جديد بيحضره. لحن جديد ده يا استاذ؟ ده بقاله 10 سنين موجود في السوق. ايش فهمك انت؟ ايش فهمك في المزيكا؟ ده اكيد عامل له توزيع جديد، انت ما بتفهمش في الفن ولا ايه؟ فهمش ايه؟ ده جنون. يا هي العبقرية جنون، الفنون جنون، ما سمعتهاش؟ ماشي يا ريس. اخلع اخلع. ايه يا محمد مالك؟ ماشي يا سعيد. بصراحة أنا كل حاجة متلخبطة جوايا. نفسي أعيش في الأماكن الحقيقية اللي كان عايش فيها البطل. أنا بحب منى. منى مين؟ منى بطلة القصة الحقيقية للفيلم. أوبا. يبقى الفيلم مش هيتعمل. بقول لك إيه؟ يلا بينا حبيبي. يلا يلا. شفت؟ شايف الجو الجميل؟ هنا بقى كانت ساكنة البطلة الحقيقية للقصة بتاعت الفيلم. يا أستاذ أنا ماليش دعوة بالسيناريو والحوار المكتوب في الفيلم، أنا عايز أسمع منك أنت قصتهم الحقيقية بس كده. هقول لك يا سيدي، تعالي يا منى اقعدي يا بنتي كلي لك لقمه. مستعجله يا ماما مستعجله. يا حبيبتي اقعدي كلي كده الاكل ينزل في ركبك في رجليكي ما يرميش. النهارده هتظهر النتيجه، بعد كده هبقى مطربه بشهاده القانون. ومستعجله بقى على الشهاده ولا على سل قانون؟ عينك يا ماما انك فهمان. نبيها طلعالك. عايزه الحق. محمد والشهاده هما دول مستقبل.